القمص موسى ابراهيم، انا المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هنا في مصر. برحب بيك سياده القمص، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ جابر. يعني كيف استقبلت هذا الخبر؟ يعني وحرمة الأماكن العبادة مصونة ومصانة، وإنه مجرد إن الواحد يخش مثل هذه الأماكن يشعر أنه بينه وبين ربنا عمار، وإنه ده، وأنتوا طبعا قداسة البابا امبارح أصدر بيان، أو كان بيتكلم في العظة الأسبوعية امبارح كان بيتكلم على هذا الوضع بالظبط. طيب، هي الحقيقة الأكثر قداسة هي حرمة الإنسان. ما يحدث في أرض فلسطين تعدي سافر على قيمة الإنسان. ما يحدث بعيد تماما عن كل ما هو إنساني. الاعتداءات تطال كل شيء. ده شكل من أشكال تعقب الإنسان وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه. صحيح صحيح. أناس صاروا بلا مأوى، بلا سند، بلا حماية، وهم لا يتركونهم في حالهم المتردي، وإنما يتعقبونهم أينما ذهبوا. هذا الأمر غير آدمي بالمرة. وعشان كده يمكن الكنيسة القبطية أصدرت بيان عبرت فيه عن رفضها التام لكل ما يحدث. تمام. وكذلك زي ما حضرتك تفضلت، قداسة البابا عبر عن رفضه واستنكاره، ومعه المجمع المقدس للكنيسة وكل أطياف الكنيسة القبطية، ما يحدث في أرض فلسطين. الاستهداف الكنيسة نفسه، يعني حضرتك تفضلت وقلت استهداف الإنسان هو الأكثر قداسة، وأنا متفق مع حضرتك تماما، لكن إما توصل المسألة أن خلاص أنا ما بقاش عندي أي حظ لأي مكان أضربه، فلمن يقوى الإنسان؟ يعني إذا كان مكان عبادة هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك. النهاردة أناس بلا مأوى يتم استهدافه. صحيح. ويمكن قداسة البابا أشار امبارح أنه الأمر أصبح غير متكافئ بالمرة. صحيح صحيح صحيح. صحيح. الجيش بيستخدم كل أدواته الحربية، وفي المقابل أناس عزل ليس لهم أي حماية. هذا الأمر مرفوض. نحن الآن لسنا بصدد الإشارة إلى مكان أو قداسة مكان. هل استهداف مستشفى بها مرضى وطريح فراش؟ صحيح. وأناس في حال صحي متراجع جدا، هل استهداف هؤلاء؟ أو حتى إذا كان هناك من ذهب ليحتمي في المستشفى، هل هذا الاستهداف أقل وطأة من استهداف كنيسة؟ بلا شك لا. يا رب سلم واحمي البشر من شرور البشر ويسلم الامور دايما لسياده القمص، القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، معلقا على استهداف كنيسه الروم الارثوذكس في غزه منذ قليل.